صباحكم بألف خير مشاهدينا. بداية نهار الأحد 23 تشرين الأول 2016، ومثل العادة نلتقى نحن وياكم بعالم صباح جديد. رح نحكي بكتير من المواضيع، إنما موضوع الساعة هو المقارنة يلي عم بتصير. كل ما صار عنا إنجاز بلبنان ما بعرف قديش عم ننبسط بحالنا. انتخبنا ملكة جمال والكل عم بيقولوا على قبال ما ننتخب رئيس جمهورية. هيدي المقارنة نبلش اليوم منها بكرة على كل الألسنة، على كل وسائل التواصل. إنما طبعا يعني موضوع ببكي وبيضحك بنفس الوقت. على كل حال ما رح نتوقف عنده، رح نحكي عن مواضيع عديدة أخرى اليوم بعالم الصباح. بالأول بدي صبح بالخير الشيف عبد الله يلي رح بيرافقنا بها النهار. صباح الخير. صباح الخير إليك غادة ولجميع المشاهدين. نهاية أسبوع ممتعة، طقس حلو هيك مبورد شوي. هي بجنن. انطروا للساعة واحدة، حضرونا شو حنعمل اليوم وبعدين قرروا وين بدكم تروحوا. اكيد خلينا نقول مبروك طبعا لملكة جمال أكيد لبنان. مبروك لملكة اللي جمال صار عندنا ملكة جمال لبنان مهضومة وجديدة، بنقلها الف مبروك. ان شاء الله تكون هالسنة هيك سنة ان شاء الله تكون وجه خير علينا كمان. ويكون وجه خير علينا اكيد. اذا عالم الصباح لغاية الساعة واحدة رح يتخللوا ضيوف وفقرات، وكمان رح نكون بنقل مباشر من الشمال من منطقة الألمون بالتحديد. بلشتوا من على بكرة تتابعوا بعض التفاصيل عن في ماراثون خاص بذوي الحاجات الخاصة، وزميلنا فارس كرم موجود هناك لحتى يعطينا تفاصيل. صباح الخير فارس. صباح الخير غادة وصباح الخير شيف عبد الله. خبرنا شوي الأجواء كيف مبلشة مع بداية هالنهار. يعني أجواء أول شيء المناخ رائع جدا، سباق ورا سباق عم بيكون، بلش الانطلاق اليوم للساعة 8 والختام رح يكون الساعة 10:30 بعد حوالي نص ساعة من هلا، مع سباق المرح يلي رح يكون لخمسة كيلومتر. سباق له معاني كتير، أول شيء المشتركين في عددهم 5000، والسباق هو ميني ماراثون ألمون الثاني لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. اليوم الهدف من جمعية نعم نستطيع انه ناكد انه اليوم الانسان المعاق ما في فرق بينه ابدا وبين الانسان العادي، لازم ننظر نظره انسانيه للشخص، كان من حيث الوظائف بالعمل بالدوله بالوزارات او وين ما كان. فاليوم سباق رائع جدا، عم نشوف اليوم الكل مبسوطين، الكل عم بيضحكوا، الكل عم بيرقصوا، الكل عم بيركضوا، والاجواء اكثر من رائعه. اكيد الختام رح يكون حوالي الساعه 12 الا ربع مع حفل توزيع الجوائز، بس بدي اذكر انه سباق الخمسه كيلومتر يلي هو اكبر عدد ممكن من المشاركين رح يكون، دائما بيركضوا وخاصه الجمعيات، وكل جمعيه بدها تنزل توصل رساله معينه. فان الله راد نحن رح يكون عندنا يمكن طلعه ثانيه قريبا جدا حوالي الساعه 10:30 هيك لنحكي عن هالسباق مع القيمين، مع الشخصيات اللي موجوده هون كمان بالألمون يلي عم تستعد لانطلاق السباق الاخير حوالي الساعه 10:30 هذا. ميرسي لك فارس. نحن رح نكون في هلا بهالقدر من التفاصيل، طبعا رح نرجع نكون معك تباعا بخلال النهار لحتى كمان الضيوف تخبرونا شو عم بيصير. هذا ماراثون بحاجه له ذوي الاحتياجات الخاصه، وان شاء الله يقدروا يتوصلوا الى الهدف اللي هن حاطينه. ميرسي لك. رح نتابع اذا عالم الصباح، او بالاحرى بعدنا بلشين بعالم الصباح، رح ننتقل فورا لعند كارمن حتى تترقبوا وتعرفوا حظكم من خلال كل الابراج لليوم. صباحكم بالخير. اليوم الاحد 23 اكتوبر تشرين الاول، يوم القمر مرافقنا من برج ناري برج الاسد، والاجواء اليوم جيده جدا للابراج الناريه موالية برج الحمل الاسد وايضا القوس، مش بس اليوم بكره ايضا. كيف رح بيكون نهارنا؟ نبلش مع برج الحمل. بالنسبه لك مولود برج الحمل اليوم هو بدايه تحسن من بعد اربع اسابيع او 30 يوم على التحديد. اليوم صار احسن، الجو احسن، في مصالحه، في لقاءات حلوه، وعلى الارجح في اخبار سارة. الأكثر حظا 3 4 و 5 نيسان أبريل. ننتقل لبرج الثور. يعتبر اليوم وبكرة من أتعب أيام الشهر، فبعد عن المشاكل سفر سنة. حاول مولود برج الثور أنك تكون منظم بأفكارك وبمشاعرك، بدها تكون منضبطة شوي. انتبه ما تروح للإكستريم، ما تروح لأقصى الحدود. يعني إذا معصب، إذا زعلان، إذا حاسس حالك فرستريتد محبط، حاول أنك تكون مسيطر على الأوضاع، لأنه في احتمال أنه يصير في بعض المشاكل أو التراجع، لاسيما شخصيا بشكل خاص عند مواليد شهر نيسان أبريل.
بنكمل عند برج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء الأجواء بتدعمك اليوم، اليوم قادر مولود برج الجوزاء أنه يكمل بمشروع، بمفاوضات، بمباحثات معينة، هنالك قدرة على الأخذ والعطاء، هنالك تقدم وهنالك رؤية واضحة عندك. هذا نهار مميز وحلو مشان امتحانات، زيارات وحتى لقاءات متنوعة. 30 و 31 أيار مايو الأكثر حظا. بنكمل مع برج السرطان. بداية التحسن عند مولود برج السرطان، بتكمل يلي صار معك أو اللي بلشته بهاليومين الماضيين، هنالك نجاح، هنالك تفاؤل بتطور مسألة معينة نحو الأفضل، فما تخاف، ما تعتل هم، كمل، قوي قلبك، الدعم واصل لك. بتبقى المواليد الأنشط والأوفر حظا مواليد حزيران يونيو. بننتقل لبرج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد الأجواء عندك اليوم مهمة، لأنه القمر ببرجك اليوم وبكرة، وبالتالي في نوع من تطور، يمكن ما يكون تطور كتير كبير جذري، لكن في تطور مرحلة أنت عم تبدأ فيه. كل ما يكون القمر ببرجنا فيك تقول أنه هو بداية لتطور أو تغيير معين. وين رح بيكون هالتغيير؟ خلال تقريبا 4 أسابيع التغيير والتطور وإدخال الجديد على حياتك رح بيكون في الحياة أو بالمجال العائلي والشخصي، ففيك تتوقع أنه يكون في بعض التغييرات على هيدا الصعيد. والأكثر حظا مواليد 4 5 6 7 16 17 آب أغسطس، بالإضافة لمواليد تموز. ننتقل لبرج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء بيدخل بمرحلة مؤقتة وقصيرة جدا، يلي هي يوم وبكرة، يومين معدلة بطيئة. تراوح أعمالك مكانها. شو معناتها تراوح أعمالنا مكانها؟ تراوح معناتها لا تنتظر، لا تتوقع، ما تفكر أنه رح تشيل الزير من البير، بالعكس يمكن تغرق حالك أكثر. حاول أنك تكتفي بأمور كتير بسيطة، ما تكون كتير طموح، ما تكون كتير جشع، يعني ما تكون طميع كتير، لأنه ما رح يطلع بإيدك شي، سلتك فاضية هاليومين. وكون حذر بشكل خاص 1 و2 أيلول سبتمبر. بنكمل مع برج الميزان. مولود برج الميزان داعس بقوة، الأجواء حلوة كتير اليوم وبكرة، في مساعدة، في نوع من طلة حلوة لك، الناس بتحب تشوفك، أنت حتى حابب أنك تشارك بلقاءات وبنشاطات متنوعة. مولود برج الميزان يلي أصلا بحب الحياة الاجتماعية وما بيخاف، ما بيهرب منها، عندك نوع من تحرك وعندك نوع من مشاركة حلوة بهيدي اليومين. الأكثر حظا 2 3 و4 أكتوبر تشرين الأول. بنكمل مع برج العقرب. وصل مولود برج العقرب وصل لفترة زمنية بعتبرها كتير مهمة. مولود برج العقرب أنت اليوم تحت الأضواء، وبدك تحسب حساب أنه من هلأ لفترة شهر تقريبا رح تتغير الأمور وتقلب قلب على ذوقك. مفروض أنت تكون حاضر، مفروض تكون عارف حالك شو بدك. اليوم أنت تحت الأضواء، حاسس أنه في شوية رهبة، يمكن وإن شاء الله تكون واصل لليوم ولبكرة وأنت محضر حالك. يمكن كنت كتير مطحل، يعني كتير كنت مأخر بهالثلاثين يوم المرأة، وفجأة صرت تحت الأضواء. بدك تكون جاهز، بدك تكون قبضاي اليوم وبكرة لحتى ما تجرس حالك. الأنشط مولود أكتوبر تشرين الأول. ننتقل لبرج القوس. بالنسبة لبرج القوس دخل بمرحلة الابتعاد شوي عن الأضواء، الابتعاد شوي عن العجقة والضجة، ما تكون، ما تعرض كتافك، ما تكون رأس حربة بهالثلاثين يوم، خاصة إذا أنت متأثر بزحل السلبي، تأثيراته هلأ سلبية. وبالتالي مولود برج القوس اليوم هو فيك تقول أنه انهار، صحيح شوي عم بيساعدك، صحيح شوي عم بيدعمك، عم بينشطك، لكن ما تفكر انه رح يقلب الدنيا كلها فوقاني تحتاني لصالحك. عم يدعمك معنويا ونفسيا وعم بيساعدك، بس هالدعم اليوم يلي هو جيد لكن منه كافي لحتى تورط حالك بقصص كبيره. يلي عنده حظ حلو اليوم 28 29 و30 نوفمبر تشرين الثاني. بننتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي بيناسبك كتير انه الشمس بهالفترة من السنة موجودة ببرج العقرب اللي هو برج صديق لك. اليوم تحديدا الاجواء بتقله لمولود برج الجدي يلي تعب كتير كتير بهالثلاثين يوم، بتقله اليوم الاجواء انه صحح، صلح، اعتذر، اتنازل شوي عن عرشك نتفي، وحاول انه تمد ايدك للاخرين وتروح انت عند الاخر، لاقي الطرف الاخر في منتصف الطريق او
إذا بدك وعندك شغلة كتير مهمة روح لآخر الطريق. الأجواء اليوم تشير إلى بعض المصالحات يلي لازم يكون حذر جدا. 7-8-9 كانون الثاني يناير ننتقل لبرج الدلو. دخل مولود برج الدلو بفترة زمنية صعبة ملبكة، اليوم وبكرة من أصعب أيام هيدا الشهر، ما تعرض حالك للمشاكل، ما تعرض علاقاتك لحتى تدوب وتختفي ويصير فيهم جفا ويصير فيهم قطيعة ويصير فيهم نوع من عداوة، هيدا اليوم معقول يخلق لك جو معاكس لإلك، انتبه عندك طاقة كتير كبيرة لكن هالطاقة الكبيرة بتاكل الأخضر واليابس، فانتبه لحتى ما تزعل الناس منك وتخسر. بتبقى المواليد الأكثر تعبا مواليد شهر كانون الثاني يناير. وصلنا لبرج الحوت. مولود برج الحوت كل هالأسبوع شوي مخربط، مع أنه بلشت الشمس تطلع عندك كانت الأجواء مشربكة من 23 آب أغسطس، هلأ في شوية انفراجات، الأحوال الفلكية عندك صارت أحسن، صارت مشرقة أكثر، لكن اليوم تحديدا في بعض النقاط يلي لازم تشتغل عليها. امبارح ارتحنا، أول امبارح ارتحنا، صار في شوية طمأنينة، اليوم في كأنه في شغلة كأما نسية أو أنت متجاهلة هلا بدك ترجع تعجل فيها وتخلصها، نصيحة ما تتركها للثلاثة الأربعاء والخميس. الأكثر حظا هو مولود شهر شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم سنة كتير مهمة لأنه هيدي السنة نوعا ما بتقلب عندك الأحوال الشخصية المهنية الاقتصادية كمان بتتغير، كله كله عندك مولود اليوم بيتغير. لوين؟ للأفضل للأسوأ، مفروض يكون للأفضل لكن بدك تشتغل لحتى توصل. نوفمبر أدار مارس تموز يوليو هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة، باي باي. شكرا لكارمن مع كل هالأبراج والحظوظ لليوم. هيدي كانت بداية عالم الصباح، رح ناخد بريك صغير من بعدها بنرجع ننتقل كمان مرة إلى منطقة الألمون ومنتابع تفاصيل الميني ماراثون يلي عم بيصير لليوم. We'll be right back.